اهلا بكم في فيديو جديد. انا ندى من قناة نوني كيوتي، واليوم ان شاء الله الفيديو حيكون عن جهاز الديرمورول وعن طريقة استخدام الديرمورول في الروتين العناية في البشرة، وحتكلم عنها وعن فوائدها وعن الابر المستخدمة في كل جهاز، وحتكلم عن تجربتي مع الديرمورول وهل انا استفدت من الديرمورول ولا لا، وهل فعلا الديرمورول تستاهل انه نحن ندخلها في روتيننا للعناية بالبشرة. تابعوني لحد نهاية الفيديو عشان تعرفوا كل حاجة عن الديرمورول. اول حاجة هتكلم عن جهاز الديرمورول. بيجي جهاز الديرمورول، انا هتكلم عن الديرمورول اللي هو الجهاز الاصلي الاول واحد، يعني يعتبر يعني القديم. هي جهاز بيجي على، بتكون من جزئين، جزء ثابت على شكل حرف اليو وجزء متحرك او عجلة فيها بتجي ابر. الابر دي بتكون متقاربة وعددها لازم يكون يعني تقريبا حوالي 450. والابر دي بتختلف في الطول على حسب اختراقها لطبقات الجلد، فبتتراوح من 0.2 اللي هي 0.2 لين طول 3 مليمتر. ليه الاختلاف في اطوال الابر؟ ده كله بيعتمد على الاختراق لطبقة الجلد لايش نحن هنستخدمها لعلاج اي مشكلة من مشاكل الوجه. الديرمورول فكرتها ببساطة هي قائمة على تقريبا فكرتين أساسية. الفكرة الأولى إنه الديرمورول بتعمل زي قنوات في طبقات الجلد، بتسهل إنه المنتج أو المركب أو المادة اللي نحن بنستخدمها لعلاج مشاكل البشرة إنه هو يوصل للطبقة بطريقة سريعة ويدي نتيجة فعالة. يعني مثلا لو انا بستخدم سيرم فيتامين سي للنضارة، لما استخدم معها الديرمورول هلاحظ انه النضارة في البشرة اصبحت نضرة بسرعة وبطريقة يعني واضحة واكتر، يعني من اني انا ما استخدم يعني استخدم فيتامين سي من غير مساعدة الديرمورول. ده السبب الاول، ان هي بتعمل قنوات بين طبقات الجلد من الطبقة الخارجية خالص إلين الداخل، وده بيسهل إنه المواد اللي إحنا بنحطها توصل للطبقة الداخلية ونحن نستفيد منها بصورة أكبر. تاني حاجة هي بتعمل زي إنها هي بتعمل زي جروح أو جروح في الجلد، فهي إبر بتجرح. الجروح دي كيف بيتعامل معها الدماغ؟ يعني عادة لما يحصل في جسم الإنسان جرح او ضرر او حرق في اي مكان، الدماغ على طول بيدي اشارات للاجزاء اللي هي بتعمل اعادة ترميم او اصلاح، فان هي بسرعة تصلح او ترمم الحتة اللي حصل فيها الدمج. فلما انا ابدأ امشي الابر على الطبقات الوجه او على بشرتي وتبدأ عند الجروح، على طول الدماغ بيخلي الخلايا الترميمية ان هي تصلح الجروح دي، فيبدأ الجسم بإنتاج كمية كبيرة من الكولاجين وكمية كبيرة من المواد الترميمية، فبنحس انه يعني بيديك احساس زي انه الوجه كده انتفخ او اتملى، في خلايا جديدة تكونت، اكتر صحة واكتر اشراق، اكتر نضارة، اكتر الاستيتي، مرونة ومشدودة. طريقة استخدام الديرمورول، بمرر الديرمورول بطريقة في الوجه على طريق عمودي وافقي، بعدين بعمل مايل على الخارج ومايل على الداخل يعني شكل الكروس. بعمل الحركة دي على جميع أجزاء الوجه، يعني عمودي وأفقي ومائل على الخارج ومائل على الداخل، على كل المنطقة اللي أنا عايز أغطيها بالديرمورول. تمام.
نيجي لعدد مرات استخدام الديرمارول. بتختلف عدد مرات استخدام الديرمارول على حجم الإبرة. لو أنا مثلا بستخدم الديرمارول مقاس 0.25 دي، أنا ممكن أستخدمها بشكل يومي لأنها بس بتخترق لي من الطبقة الخارجية إلى طبقة الإبيديرم اللي هي أول طبقة، فده بيساعد لي على إني أقدر أمرر فقط السيرامات اليومية اللي أنا بستخدمها. ممكن أستخدم يعني السيرامات اليومية من 0.25-0.3 لحد 0.5. بعد كده الإبر الأكبر شوية مفروض أنا أستخدمها مرة كل 3 أسابيع، لأنه هي بتعمل جرح عميق شوية فبيحتاج فترة أطول شوية لما يبدأ عملية الترميم. وكل ما زادت عندي الإبر في الطول ده معناته أنه أنا عندي مشاكل كبيرة في البشرة ومحتاجة وقت طويل شوية أنه الجسم يبدأ ينتج المواد وأنه هو يبدأ يعالج المشاكل دي، زي مثلا المسامات الكبيرة، الاندوب سواء السطحية أو العميقة أو آثار الجروح، النمش والكلف. بحتاج إبر طويلة وبحتاج أني أنا أخلي فترة طويلة مناسبة بين كل جلسة وجلسة حقة الديرمارول. تمام. في إبر اللي هي طولها من 2 إلى 3 مليمتر، دي بتوصل لآخر طبقة في الجلد، والطبقة دي فيها الأعصاب وفيها التغذية الشرايين الدموية. فلما أنا أستخدمها برضو بحس إنه ببدأ أشعر بالألم وببدأ بشعر بإنه حاصل معايا يعني نزيف، مو زي مثلا الإبر الأصغر. الإبر الأصغر بيكون فيه بس إحمرار، بس لما أمشي على الإبر الأطول شوية بيبدأ معايا النزيف، وده شيء عادي وطبيعي. وبالعكس ده للناس اللي عندهم مشاكل جدا كبيرة في الوجه، ده يعني كده حيبدأ ترميم يعني بصورة أعلى، لأني أنا وصلت للطبقات الداخلية جدا. بس في ناس في لما يستخدموا الإبرة الكبيرة بيستخدموا التخدير. أنا عموما أنا كأنا في ناس بتأيد التخدير، في ناس ما. أنا من الناس اللي ما بحب بأيد فكرة التخدير، لأنه بحب إنه الواحد يكون حاسب الإحساس أسمى. يعني لما تكوني فاقدة للإحساس ممكن يعني أنت تعملي دامج غير مرغوب فيه. يعني إحنا عايزين نمرر الإبر بنفس الطريقة شرحتها بالأول، بحيث أني ما أأذي كمان طبقات وأعمل يعني أشياء ما يعني حاجة بسيطة، بس تمرير بسيط كل الوجه ما بياخد مني أكثر من 2 لـ3 دقائق. في مناطق اللي هي بتكون طبقة الجلد فيها رقيقة، اللي هي بتجي على هنا عند عظمة الأنف وعند العظم تقريبا، بتحسي فيها بشوية ألم حتى لو أنت مستخدم الإبر اللي هي مو ألم، يعني بتحسي بالطعنات الإبر حتى لو أنت مستخدم الإبر الطولها صغير يعني. بس هذه طريقة استخدامها، وحينزل وحتشوفوا زي ما انتم شايفين على الجدول اللي ظاهر معاكم كل طول انا بستخدمه العلاج ايش، والاطوال اللي بتنفع مع الوجه والاطوال اللي بتنفع مع الرقبة. نيجي للمنتجات اللي يفضل استخدامها بعد ما نخلص من تمرير الديرمارول على الوجه وممكن كمان على الرقبة، تستخدميها في الوجه والرقبة. نبدأ اول حاجة بنستخدم السيرامز، بعدين نحط الكريم. تستخدم الحاجة اللي انت اساسا عايزة تعالجي منها، يعني المشكلة بتاعت الوجه مثلا، لو عايزة نضارة تحطي فيتامين سي، لو عايزة ترطيب تحطي الهيرونيك اسيد، لو عايزة انك تتخلصي من الخطوط الدقيقة هنحط هيرونيك اسيد. للناس اللي بتعاني من اثار الحبوب والتجاعيد ممكن يبدو يحطوا الديفرين اللي هو يعتبر نوع من أنواع فيتامين A، معروف فيتامين A، وإن شاء الله هنعمل فيديو عن فيتامين A جدا جميل لعلاج مشاكل التجاعيد والوقاية من التجاعيد والخطوط الدقيقة وإزالة آثار الكلف والنمش والندبات، سواء كانت الندبات عميقة أو سطحية. مع استخدام الديرمارول عادة لو يعني أخذتوا جلسة بروفيشنال يعني عند طبيب جلدية بيعالجكم من الندبات العميقة،
او اثار الجروح يعني العميقه، دايما بتلاحظوا ان هم لا نهائي نهائي اي جلسه ما بتخلى من الدورمرول او يكون في علاج مكثف بالريتين اي او فيتامين اي. عندي فيتامين سي، فيتامين سي معروف للنضاره، فيتامين سي بيساعد على تكوين الكولاجين، فيتامين سي بيساعد على تفتيح وازاله البقع وبيساعد على التخلص من النمش، فيتامين سي بيقلل من انتاج الميلانين، حمض الهيرونيك اسيد، جدا جدا بحب هذا المنتج، ترطيب، تخلص من الخطوط الدقيقه. ولو بديت استخدام الهيرونيك اسيد من عمر 30 تقريبا يمكن ما تظهر لكم الخطوط الدقيقه او ايفن التجاعيد. كريم المفضل الدفرين، دفرين بستخدمه انا للتجاعيد والخطوط الدقيقه، وعندي شويه اثار من جروح كانت عندي. هذا الدفرين انت ملاحظين يعني انا بستخدم الدفرين يعني على طول، شايفين كيف انه هو تقريبا منتهي، شبه منتهي. تاني حاجة عندي هنا كريم من لوريال اسمه ري فيتاليفت نايت. هذا الكريم بيحتوي على حاجة اسمها بيبتايد او احماض امين، وبرضو حيكون في فيديو ان شاء الله عن البيبتايد. لو ما انا بعمل الديرمرول وحيبدأ عندي تكوين الكولاجين، بحاول اني ادعم جسمي باني ادي الاشياء اللي بتكون الكولاجين زي الاحماض الامينية، هيرونيك اسيد، فيتامين سي، دي كلها بتساعد على تحفيز وانتاج الكولاجين، ايفن فيتامين اي كلها الحد. او ممكن تستخدمه على طول تحطه كولاجين، بس انا بشوف انه اساسا احنا قاعدين نحفز الجسم على انتاج الكولاجين، في حكاية اني احط كولاجين يعني بحس يعني استهلاك للمنتج، فافضل ان نحط بيبتايد، فيتامين سي، دفرين، هيرونيك اسيد، حاجات بتساعد على انه نحن نكون الكولاجين. طبعا جينا الان لطريقه تعقيم الديرمورول، انا هوريكم طريقه سهله جدا لتعقيم الديرمورول، والمواد المستخدمه موجوده في كل بيت، طبعا كل بيت فيه لوديتول، وهحتاج مويه دافيه، هدفي المويه قبل ما اعمل التعقيم، بدفي المويه وبجيبها وبحطها، خليها يعني اغليها في الغلايه الكهربائيه، اغليها يعني مويه مغليه، بعدين احطها في كاسه زجاج، بعدين استنى الين ما تدفى او ما تكون يعني ما هي تدفى المويه، بعدين احط عليها مقدار من الديتول تقريبا الغطا العلبه او معلقه صغيره، وبعدين ادخل راس الديرمورول في السائل هذا وخليه لمده 5 دقائق. الحين حوريكم لحظه بس كده، حطيت شويه من الديتول على مويه وهغمس او اخلي راس ادخل راس الديرمورول كده واخليها لمدة 5 دقائق، تمام. بعدين برفعها شوية واحطها كده في الكاسة لحظة لين ما تنشف، لين ما تنشف يعني حطوها دقيقتين مثلا، احطها في البيت الجامعها او العلبة بتاعت الحفظ حقتها وهي جافة تماما. كده اسهل طريقة للتعقيم واضمن طريقة للتعقيم، نعملها قبل التعقيم، بنعمله قبل جلسة الديرمورول وبعد جلسة الديرمورول. كده بكون جيت لنهاية الفيديو بتاعي، اتمنى انه الفيديو بتاع الديرمورول يكون مفيد، اتمنى اذا اي احد مثلا كان عنده معلومة ناقصة او حاب يجرب الديرمورول وجاء على الفيديو بتاعي انه هو استفاد وتشجع على انه هو يستخدم الديرمورول. انا بالنسبة لي الديرمورول جدا جدا اعتبرتها يعني تغيير كبير في الروتين بتاعي بتاع العناية بالبشرة. هل بنصح باستخدام الديرمورول ولا لا؟ ايوه انا بنصح باستخدام الديرمورول، خصوصا لو عندكم مشاكل يعني زي الندبات او للمحافظه من التجاعيد او الخطوط الدقيقه او العميقه، بفضل انكم انتم تدخلوا الديرمورول في روتينكم. وشكرا للمتابعه، وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد. انا ندى من قناه نوني كيوتي، وفي امان الله.